السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر أحبتي المشاهدين بذكرى استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ها نحن وإياكم نقف أمام هذه الشخصية التي عجز عن معرفتها جميع الخلق إلا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، حيث قال: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا، ولا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت. نحن الآن أمام شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، نأخذ زاوية من زوايا هذه الشخصية بلحاظ التأريخ والسياسة. نتحدث اليوم عن علي كيف كان يدير شؤون السياسة، ونتحدث عن جزء من تأريخ علي، ماذا قال وماذا قيل فيه وماذا ترك من آثار علي بن أبي طالب، لعلنا نوفق في هذه الدقائق أن نحيط ببعض صفات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ورحب بكم أجمل ترحيب، التعازي لكم أحبتي المشاهدين، كذلك التعازي منقولة لضيفي في معي عبر الأقمار جناب الموسوعي الدكتور علي الشعيبي. ورحب بكم مرة أخرى، ورحب بك ضيفي دكتور علي، حياك الله. حياك وبياك عليك. إذن أحبتي نبدأ هذه الحلقة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد أحبتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ورحب بكم وأرحب بضيفي الدكتور علي الشعيبي. حياك الله دكتور علي. دكتور علي، نبدأ بسؤال خارج نطاق الحلقة، عذرا إذا كانت هذه البداية، لكن كنت جنابك الكريم في حلقة درسية لإخواننا السنة وللمتشددين وللسلفية، ماذا كانوا يقولون عن علي؟ الإمام أولا لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. عظم الله أجركم وأجر المسلمين جميعا، الماضين منهم والقادمين والحاضرين. سأبدأ بقول سمعته مباشرة من ناصر الدين الألباني شيخ السلفيين في العصر الحديث. ناصر الدين الألباني كان يرى أن ابن تيمية حاول جاهدا أن يشوه صورة الإمام علي عليه الصلاة والسلام، ذلك أنه هو شيخ الأمويين وهو الذي زور وبدل وغير. وسبق أن قلت أنه لما خرج سلسلة الأحاديث الصحيحة كتب في الجزء الرابع صفحة 438 طبع دار البشير عمان 1979، كتب يخرج حديث عيد الغدير، فقال: هذا أصدق حديث روي من الأحاديث النبوية إذ رواه 123 صحابيا. ثم استغرق في تخريج الحديث 14 صفحة وعقب قائلا: والذي دعاني إلى الاستطالة والاستفاضة في تخريج الحديث ما كنت قد وقفت عليه من أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه، وهذا من سقطات الشيخ، وللشيخ سقطات كثيرة. أريد أن أعيدها مرة أخرى، تغريدة ناصر الدين الألباني أو تعليقه على تخريج حديث عيد الغدير.
والذي دعاني إلى الاستطالة والاستفاضة في تخريج الحديث ما كنت قد وقفت عليه من أن شيخ الإسلام ابن تيمية ضعفه، وهذا من سقطات الشيخ، وللشيخ سقطات كثيرة. ثم يستمر أو يكمل حديثه قائلا: عجبا لابن تيمية. يأتي إلى الحديث الصحيح في الإمام علي فيضعفه ويلهث خلف حديث موضوع فيصححه. وكان ابن تيمية على خبث في التطرق إلى حياة الإمام وذكر الإمام عليه الصلاة والسلام، فإنه حين يذكره يقول أحيانا عليه السلام، وأحيانا يتردد، وأحيانا يتكرم، وهو عليه السلام يعني ليس بحاجة إلى ما يقوله منافق مثل ابن تيمية، وأنا حين أقول منافق أعلم ما أقول إن شاء الله، وأعلم أن أمامي يوما نحاسب فيه. وهذا الرجل فعلا كان عجيبا في تتبعه لآل البيت، وليس في الإمام علي وحده يقول مقولته هذه، إنما كان يتتبع آل البيت كلهم فيقول فيهم الضعيف ويقول فيهم الموضوع فيصححه بشأنهم. ومعلوم أن بني أمية ذكرت سابقا أنهم قبل سيرة ابن إسحاق أرادوا كتابة السيرة النبوية عبد الملك بن مروان، فلما كتبت السيرة وجيء بها إلى عبد الملك وهو يتصفح السيرة وجد كل الأخبار موجودة عن الإمام علي، فمزقها وقال: إلا أن يكون في جهنم، إلا أن يكون في جهنم. وهنا أريد أن أذكر شيئا مهما جدا، وأنا طالب علم يعني أريد أن أنبه إلى موضوع. نحن لدينا سلسلة من المؤرخين في القرن الأول وفي القرن الثاني وفي القرن الثالث والرابع والخامس إلى القرن الخامس عشر الذي نعيشه الآن. في القرن الأول لدينا خمسة مؤرخين، الأول عبيد بن شرية، وعبيد بن شرية هذا لم يكن يذكر الحقيقة كما هي، وكان يزور ويبدل. ثم لدينا أبان بن عثمان بن عفان، ولدينا عروة بن الزبير، ولدينا علاقة أو علاقة بن كوشم. لدينا مؤرخ واحد وهو سليم ابن قيس الهلالي الكوفي الذي جاء من الكوفة إلى المدينة المنورة وعاصر الأحداث كلها ووقف إلى الخليفة الأعظم الفاروق الأكبر والصديق الأعظم الإمام علي عليه الصلاة والسلام، فكتب الحقيقة كما هي ورافقه في حروبه إلى أن استشهد، وبعضهم قال لم يستشهد إنما توفي. جيد. فهؤلاء المؤرخون الأربعة الآخرون لم يأتوا على ذكر ما كتبه سليم الهلالي، والعجب كل العجب أن الفترة محدودة وكانوا في مكان واحد وفي زمان واحد. نعم. ومع ذلك اختلفت الروايات واختلفوا في وضع الأحاديث. وإذا مشينا خلف كل واحد من هؤلاء، علاقة بن كوشم كان أموي الهوى، وكذلك أبان ابن عثمان هو بعد ابن عم الأمويين طبعا، وعروة بن الزبير
فنحن يعني أمام خمسة مؤرخين، أربعة مقابل واحد، أربعة مقابل واحد. وحين ننتقل إلى القرن الثاني مثلا، دكتور قبل أن ننتقل إلى القرن الثاني لو تسمح لي، لماذا ابن تيمية يتتبع الأخبار الموضوعة التي تسيء لعلي ويحاول تقويتها، بينما الأخبار والروايات الصحيحة الثابتة في حق علي إما أن يضعفها أو أن يؤولها حتى وإن كان تأويل بعيد عن الواقع؟ يا سيدي، ابن تيمية ولد في حران وعاش فيها 8 سنوات، ومعروف في علم النفس أن الإنسان يكتسب ثلث شخصيته النفسية في السنوات الأربعة الأولى، ويكتسب الثلث الثاني في الأربعة الثانية، ويكتسب ما تبقى 20% من تكوينه النفسي والشخصي خلال رحلة حياته كلها. وابن تيمية عاش في حران حيث معاهد الصابئة وحيث معاهد اليهود. أضف إلى ذلك هناك أمر مهم جدا، حران وحدها المدينة التي رفضت أن تستجيب لما كتبه عمر بن عبد العزيز بإلغاء ذنب الإمام علي وشتمه وسبه. طبعا هناك بعض المدن في أقاصي الدولة الإسلامية في مناطق خراسان لم تستجب منذ البداية لما قاله معاوية ومن جاء بعد معاوية في شتم الإمام. أما حران فحتى حين جاءها أمر الخليفة رفضت أن تستجيب لأمر الخليفة، وحين كرر الأمر مرة أخرى صاروا يشتمون ويلعنون قبيل صلاتهم. ثم حين انتقلت العاصمة الأموية من دمشق إلى حران في عصر مروان بن محمد بن الحكم، ابن مروان بن الحكم آخر ملك أموي، حين انتقلت الخلافة إلى حران ازداد شأن الحرانيين بغضا للإمام علي عليه السلام، حتى أنهم فيما بعد يعني مقتل مروان الحمار هذا ومجيء الدولة العباسية سنة 32 و100 هجرية، أهل حران خرجوا عن الدين الإسلامي كله. ففي سنة 17 و200 للهجرة مر بها المأمون في طريقه إلى بيزنطة لمحاربة الروم، فجاءوا يستقبلونه وجوه أهل حران، فسألهم ما مذهبكم؟ فقال بعضهم نحن صابئة، وقال آخرون نحن يهود، وقال آخرون نحن نصارى. فقال لهم حين أعود ستكونون مسلمين، ومن لا يسلم منكم سنأخذ منه الدية. فابن تيمية تشبع في بغض الإمام علي عليه الصلاة والسلام في حران، ونبت هذا البغض في صدره. ولما انتقل إلى دمشق رفقة أبيه عبد الحليم نقل معه هذا الحقد وهذا البغض. ولما سكن في حي القصاعين، وهو حي ما زال موجودا إلى الآن إلى جانب حي أو حارة اليهود حيط حي، وأنا يعني زرت الزقاق الذي كان فيه مجموعة كتاتيب، ما زالت هذه الكتاتيب كما هي بعد كل ذلك الزمن، بعد 700 عام ما زالت كما هي. فكان أقرب ما يكون إلى اليهود، حتى أن
دكتور اين تقع هذه الكتاتيب الاحران؟ اين هي الان على الخارطه من اليوم؟ اتلطفك شيخ عمار، اتلطفك، دعني اكمل هذه المهمه. حتى ان بعض الحاخامات كان يراقب هذا الغلام وهو يذهب الى الكتاب كل يوم، فاهداه ذات يوم لوحا مكتوب فيه الحديث المزعوم أن الله خلق آدم على صورته أو على هيئته، وهذا الحديث هو نص في التوراة وأخذه ابن تيمية، وطبعا كان بعض اليهود قد دسه أيضا فيما عرف ما يسمى بالصحاح، وأنا لا أقول من عندي فيما يسمى بالصحاح، إنما أقول قد وقفت على مخطوطة في إسطنبول في إحدى مكتباتها الأربع المخطوطات، آيا صوفيا، ملا مراد، عاطف أفندي، السليمانية، مراكز مخطوطات إسلامية، فوجدت كتابا بعنوان النبراس الصحيح على أن ليس كل ما في الصحاح صحيح، فقلت في بالي لعل المؤلف لا يرى رؤيتنا نحن أهل السنة، فنظرت إذا إلى المؤلف وأذ به هبة الله بن عبد الرحيم العراقي الإمام الحنابلة في بغداد المتوفى سنة 56 للهجرة. فابن تيمية جاء مشبعا ببغض الإمام علي عليه الصلاة والسلام لدرجة كبيرة جدا حتى في باب العقيدة، ثم بعد ذلك تتلمذ فكريا على موسى ابن ميمون، وهو تتلمذ أيضا على كتب ابن ملكة اليهودي البصري. وموسى ابن ميمون في كتابه المؤلف من ثلاث مجلدات كان ابن تيمية قد قرأه بالعبرية. ابن تيمية تعلم العبرية في حران وكان يجيدها، وقد ألف كتابا في النحو المقارن العبري العربي، كثير من أفكاره أخذها من اليهود، حتى أن كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يكاد يكون أخذه حرفيا من كتب موسى بن ميمون المتوفى قبله بحوالي 170 سنة أو 87 سنة، والمدفون في طبرية، والذي كان مستشارا ليوسف ابن شادي ابن أيوب، يعني صلاح الدين دكتور الأيوب. دكتور نتحدث عن حران، أين تقع؟ وهذا الزقاق الذي تحدثت عنه أين يقع على الخارطة اليوم؟ حران يا سيدي، والدي أنا ولادة حران. حران تبعد عن مدينة الرقة حوالي 110 كيلو متر، وزرت جامعتها، فذلك أن مجموعة أو والله لا بأس بهم يعني آل الشعيبي، خرجت فندة من آل الشعيبي، ذهب قسم منها إلى العراق والرمادي وقسم منها ذهب إلى حران سكنها. فأثناء رحلتي لزيارة أقربائي قالوا لي إن مدير جامعة حران من أقربائنا، فزرت الجامعة فرأيته يضع تمثالا نصفيا للمحدث الحراني الذي كان شيعي الهوى والفكر والقول والفعل والعمل، أنا استغربت كيف، وما زال التمثال موجود الآن حين تدخل جامعة حران أول دخولك تجد هذا التمثال في الصدر، وكانت فيها يعني فيها أفكار إسلامية
مأخوذة من الصدر الإيماني الأول. جيد. نعم. دكتور، لنرجع إلى علي بن أبي طالب عليه السلام. العجز عن معرفة علي وهو باب أغلقه النبي صلى الله عليه وآله، لكن لابد لنا من أن نتجول قليلا في تأريخ علي السياسي. كيف استطاع أمير المؤمنين عليه السلام أن يدير دفة السياسة في ظل وجود أزمات خانقة؟ يعني علي أول ما استلم السلطة الظاهرية، الخلافة الظاهرية، صنعت له الأزمات، يعني أزمة تلو الأزمة، الناكثين والقاسطين والمارقين وإلى آخره. كيف استطاع أمير المؤمنين أن يصل إلى مستوى بحيث ينثر الحبة على رؤوس الجبال ويقول لتأكل الطيور كي لا يقال أن الطيور جاعت في زمان علي بن أبي طالب؟ يا سيدي، سأقول لك وللأخوة الأفاضل المشاهدين، الإمام علي عليه الصلاة والسلام إماما وأعظم إمام وإنسانا، ولكنه ليس ككل إنسان. ولد كما هو معلوم معروف داخل الكعبة المشرفة، أي في المسجد الحرام، واستشهد في المسجد فصار مسجدا حراما آخر. إذن ولد في المسجد الحرام واستشهد في المسجد الحرام الآخر، حيث هو الآن عليه الصلاة والسلام مسجى. وعلي كان هادئا، وقد حاول الأمويون تشويه الصورة قدر إمكانهم، فبدلوا وغيروا، ورغم كل ما حاولوا نجد الأخبار الآن تملأ الكتب عنه. لما قال النبي فيه البطين اعتقد بعض الناس بتشويه من الأمويين أنه السمين، والبطين هنا المليء علما، المليء علما. فعلي دخل تحت الآية الكريمة إلا لمن ارتضى، الله وحده يعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، وإلا لمن ارتضى، وكان النبي ممن ارتضى الله أن يطلعه على الغيب، وكان النبي يضع الإمام عليا في صورة هذا الغيب، كل الغيب. ومعروفا حتى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وآله قبيل وفاته ملأ برنية، كلمة عربية فصيحة ما زلنا نستخدمها نحن في بلادي في الفرات. البرنية هي القنينة المليئة بالماء أو الفارغة، ملأها ترابا وأعطاها لأم سلمة، هذا من اختراق الغيب. وقال لأم سلمة: حين يصبح هذا التراب دما يكون الحسين قد استشهد. وكان الإمام علي عليه الصلاة والسلام يعرف كل الخطوات التي ستحدث بعد وفاة الرسول. الرسول توفي في الميلاد في 7 يونيو 632 ميلادية، وفي صفر 11 هجرية يوم الضحى، يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين، ولم يتوفى نتيجة ما حاولوا تغطية وفاته به من المرأة اليهودية التي دست له السم بعد معركة خيبر، لا أبدا. الرسول وهو مسجى
لم يحضر وفاته أبو بكر أو غيره، لم يحضر وفاته سوى الإمام عليه السلام، وقد استشهد على صدره، والعباس والفضل، وعبد الله كان صغيرا. شيخنا عبد من الله أين حين توفي دكتور، من الرسول أين هذه عليه الصلاة المصادر؟ هل هذه في والسلام، مصادر السنة أم في مصادر الشيعة لو تسمح؟ أنا في مصادر السنة وفاته في 12 ربيع الثاني، في مصادر الشيعة المحققة وفاته في صفر. نتحدث نعم، عن من حضر عنده، حضر عنده علي والعباس، أين أبي بكر، أين عمر، الخليفة الأول، الخليفة الثاني، أين الخليفة الثالث؟ لم يكونا قد حضرا حتى إذا فتحت الدوائر الإسلامية، يعني مكتوب هذا الكلام أن أبا بكر لم يحضر وفاة الرسول. أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وأنس بن مالك وآخر كانوا يسكنون في العالية، وأثناء حياة الرسول كان هناك حوالي 16 حيا في المدينة و14 جامعا، فكان يسكن أبو بكر في العالية، حي العالية، حين تزوج امرأة أنصارية، وكان حي العالية يبعد عن مسجد الرسول 3 أميال، ولكنهم كانوا يسهرون كل يوم في العالية، هؤلاء الذين أتيت على ذكرهم. ولم الرسول يوم الاثنين توفي ولم يدفن إلا الأربعاء وليلا، وخلال كل هذه الفترة لم تكن السيدة عائشة لتعلم بوفاة الرسول إلا ليلا حين قالت سمعت صوت المساحب. نعم، دكتور، عفوا عفوا دقيقة، أنا أمام نصين، النص الأول يقول، تقول أم المؤمنين عائشة: مات رسول الله صلى الله عليه وآله بين سحري ونحري. والنص الآخر لأم المؤمنين عائشة تقول: لم أعلم بدفن النبي صلى الله عليه وآله حتى سمعت صوت المساح في جوف الليل. أين كانت؟ هل فعلا مات عندها النبي أم أنها لم تكن حاضرة عند النبي؟ جيد، هل يعقل أن امرأة زوجة النبي بهذا المستوى، شخصية كشخصية النبي، لا تعلم بمدفن زوجها؟ أين كانت إذن؟ يا سيدي، هم خرجوها بحديث أن النبي استأذن أزواجه بأن يمرض عند عائشة، وهذا الكلام، هذا الحديث موضوع شأنه شأن الأحاديث الأخرى. النبي ما كان ليترك فلذة كبده فاطمة، يعني هذا من البدهيات، ليس عنده في الكون والحياة سواها وسوى أخيه علي. وعلي لولا أن السماء زوجته بفاطمة لما كان إلا كما قال النبي فيه، أخوه. وهنا أكثر من الناحية الدينية المعنوية الفكرية، نعم، فكان قد تمرض في بيت فاطمة. وسأقول لك أمرا يقطع الشك باليقين، أن الرسول كان قد أغلق كل الأبواب التي تتجه إلى الحرم إلا بيت فاطمة. النص لا يقول إلا باب فاطمة، يقول باب علي. النص يقول باب علي، يعني باب فاطمة. لكن هناك نص يقول باب أبي بكر. نعم، ثم أن الرسول، أن اجتماع السقيفة لم يكن مفاجأة. جناب الدكتور، عفوا اجتماع دكتور، السقيفة كان لو تسمح دكتور، اجتماعات اليوم، عفوا عذرا على المقاطعة دكتور، دكتور علي إذا كنت تسمعني شيء. فقط، أنا تفضل. عندي سؤال لو تسمح، لو تسمح دكتور.
عذرا على المقاطعة، أنا أمام نصوص حقيقة أتحير، النصوص كلها في صحاح المسلمين، في صحاح المسلمين إحنا نصوص متعارضة، نص يعارض نص آخر. يعني عندما أتي، وإن كان ابتعد قليلا عن محور الكلام في هذه الحلقة، عندما أتي إلى سيدة النساء أنا أتوقف، نصوص تذكر أن سيدة النساء هي أم المؤمنين عائشة، ونصوص أخرى تذكر أنها فاطمة، نصوص عندما نقف على من سد الأبواب كلها إلا باب، نصوص تقول باب أبي بكر، ونصوص أخرى تقول باب علي. عندما نأتي إلى استشهاد النبي تقول نصوص أنه مات عند فاطمة، ونصوص سلام الله عليها، ونصوص تقول مات عند أم المؤمنين عائشة. لماذا هذا التعارض الكبير خصوصا عندما تصل الأحاديث في فضل علي وآل علي؟ أجاب أحمد بن حنبل، أتحدث فقط في كتب السنة أخواننا الصحاح، أحمد بن أجاب على سؤالك هذا حين سأله ابنه عبد الله قائلا يا أبتي ما الفرق بين علي ومعاوية؟ فقال له أبو عبد الله يا بني ومن يعدل عليا؟ النص الذي يقول فيه قسيم الجنة والنار، من يعدل عليا؟ وقد هيئت كثير من القصص والأخبار، هو يقول بالحرف الأخبار، عن الآخرين نكاية بالإمام علي حرفيا. يعني مثلا قصة عمرو بن العاص والولد هذا النصراني الذي سابق ابنه وغلبه هذا النصراني وجلده وجاء به إلى هذه قصة كلها على بعضها مركب. قصة مثلا أن عمر كان يمشي في شوارع المدينة ليلا يتفقد الناس، فوجد امرأة تضع حجارة في قدر تطبخها، وسألها ما في هذا القدر؟ قالت حجارة أني يعني أعلل بها الأولاد كي يناموا، إنه عمر. قالت وما شأن عمر؟ قال يصبح ملك المسلمين ولا يهتم بهم. قال وما يدريه؟ ثم تركها وذهب وجاء يحمل على كتفه بالطعام. هذه كلها أخبار ملفقة. أريد هنا قبل أن ننتقل إلى فكرة أخرى، مسلمة اليهود، اليهود الذين أسلموا ونهايتهم كان كعب الأحبار المتوفى سنة 34 هجري، مسلمة اليهود هم الذين أيضا ساهموا بوضع أحاديث كثيرة جدا تسيء إلى الإمام علي وترفع من شأن الآخرين. والغريب مر بي حديث من هذه الأحاديث الموضوعة يقول إن الأرض، هذا في غير موضعه، إن الأرض التي باركها الله هي أرض أخي إبراهيم من عريش مصر إلى الفرات. أليس هذا هو شعار إسرائيل يا أخي؟ حدودك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل، ها؟ أخذوه من هذا الحديث الذي وضعه أجداده مثل وهب ابن منبه، مقاتل ابن سليمان. وهب ابن منبه في القرن الثاني من محدثي القرن الثاني، مقاتل ابن سليمان من مؤرخي القرن الثالث الهجري، لكن 150 هجرة أيضا من القرن الثاني الهجري، وهو الذي وضع حديث كثيرة لأبي جعفر المنصور. نعم. ترفع من شأن العباس على حساب الإمام علي. أريد. نعم. أن أقول أنا لو لم أكن مسلما وكنت مجرد باحث يعني تاريخي منصف، ولا يهمني أهل السنة ولا يهمني أهل الشيعة، يهمني البحث العلمي، ولو قرأت ما جرى بحقيقته وعلى واقعه وتاريخيته تدونت الحقيقة. أما لما نقول الصحاح، الصحاح يا أخي هناك أحاديث، والغريب
أنهم يعني يقرؤون دون أن يناقشون. مثلا يروى مرة عن أنس ومرة عن أبي هريرة أن رسول الله ذهب يقضي حاجته، وذهب أحدهم معه هو هذا أو ذاك يحمل الإبريق، ثم بعد ذلك يقول وطلب منه حجرتين يتمسح بهما قبل أن يغتسل، فأعطاه قال له لم أجد إلا هذه الحجرة وقطعة الخراء اليابسة. هكذا يعني بدون خجل، بدون ومثلا يذكر البخاري أن الرسول دخل على عائشة فوجد لديها رجلا يرضع من صدرها، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت هو أخي بالرضاعة. مثلا في الباب الأول في البخاري، في الباب الأول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في هذا الباب نجد أربعة أحاديث، حديثين يأمر باعتزال النساء وحديثين يقول أنه كان يباشرهن وهن في المحيض. وكي لا نذهب بعيدا في تفسير المباشرة نقف عند الآية الكريمة التي تقول لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالمباشرة واضحة يعني ليس جيد حاجة. دكتور نقطة واحدة أقولها، هناك أحاديث تسيء إلى الإسلام، بعض هذه الأحاديث أنا قرأتها في صحيح مسلم طبعة قديمة بزمان أهداني يا عباس، طبعة هذه أخي الشيخ عمر التي غلافها بني وورقها أصفر سمني، فيها حديث التمار أن رجلا دخل على أن امرأة دخلت على بائع تمر ثم رآها وضيئة فخلع بها ساعة من نهار، ثم بعد ذلك ذهب فصلى خلف رسول الله، وحين خرج قال له يا رسول الله هلكت فأقم علي الحد، قال ماذا فعلت؟ قال قبلت وضممت وشممت وفاخذت غير أني لم آت الكبيرة، قال صليت معنا؟ قال نعم، قال اذهب فقد غفر لك. بالطبعات الحديثة هذه هذا الحديث ألغي. وأريد أن أشير إلى طبعة للبخاري قديمة ربما كانت هي أول طبعة في الهند، فيه أحاديث غريبة جدا وعجيبة، وهناك 11 حديثا في البخاري تسيء إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، منها حديث عجيب جدا، قال وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون هكذا وعد رسول الله، علما بأن البخاري سئل كيف كانت الصلاة على النبي فقال كانوا يقولون صلى الله عليه وآله، لكنه حين يذكره لا يقول وآله يقول وسلم. نعم. وعد رسول الله صلى الله عليه وآله المرأة الجعفية من بني جعف، فالتقيا في بني عوف، في جعفر لبني عوف، في بستان يعني لبني عوف، فجاءت هي ودايتها فقال لها ابيني نفسك ساعة من نهار، فقالت له وهل تهب الحرة نفسها للسوق؟ انظر إلى هذا الحديث، هذا الحديث البخاري، وهل تهب الحرة نفسها للسوق؟ يعني وهناك حديث أن رسول الله في أحد أحياء المدينة، الحديث ما معروف هذا،
هو وبعض أصحابه، فمرت امرأة وضيئة فاشتهاها كما يشتهي الرجل زوجه، فتركهم وذهب إلى بيته، ثم جاء إلى زينب بن جحش وهي تخبز على التنور، فأتاها من الخلف وهو يردد: هذه بتلك، هذه بتلك، هذه بتلك. ثم اغتسل وعاد إلى أصحابه، فضحك أصحابه وقالوا: أفعلتها يا رسول الله؟ قال: نعم، حين يحدث معكم هذا أبو إلى أسفل وفعلوا. يعني هذه الصور فيها قلة أدب كبيرة جدا مع رسول الله، قلة أدب، قلة احترام. ولذلك يعني الخلاصة التي أنا يعني ليس عندي دكتور تجربة عفوا، لو كثيرة، تسمح لي، ولكن بقيت عندي دقائق قليلة من وقت هذه الحلقة، لو تسمح. يعني تفضل. أنا أتركك تسترسل لي، لأن الحديث يعني وإن كان نبتعد قليلا عن محور الحلقة، لكن الحديث مهم وشيق. دكتور، وإن كان عفوا، موضوع الحلقة هو الإمام علي عليه السلام. الإمام علي في خطبته الشقشقية تحدث بمفردة مهمة، قال: أرى تراثي نهبا، فماذا نهب من تراث علي؟ نعم، تراث الإمام علي عليه السلام نهبوه نهبا، وهو يذكر أنه نهبه ابن أبي قحافة، يذكر ذلك في هذه الخطبة. يعني هل هي ثم فقط بعد ذلك الخلافة؟ الإمام علي يا سيدي كان رأس الحكمة في تصرفه، وهو القوي الأمين القادر أن يطيح بكل من أذاه أو يعني حاول الإساءة، لكن شفاعته في ذلك أنه الإمام، والإمامة دائمة تتمثل في علي وفي أولاد علي الاثنى عشر. الإمامة دائمة، وإن كانت، دعني أقول، أتجاوز كلمة ملك أو ملك، وإن كانت خلافة فهي خلافة وليست إمامة. والإمامة قد تكون دقائق القليلة، الدقائق التي عندك قليلة لا تسمح، فأنا أعتذر سلفا من الأخوة المشاهدين. دقيقة واحدة الإمامة بقيت من وقت الحلقة دكتور علي تساوي شعابي. يا سيدي، الإمامة ترتفع إلى مقام النبوة، وأرجو أن لا يفهم بعض الأخوة المستمعين خطأ. ومصيبتنا كما قلت لك مرة، مصيبتنا أننا كأبناء سيدنا نوح نملك العناد، وشيء نشأنا عليه لا نبدله ولا نغيره، هبل هبل. ولذلك كان بعض المؤرخين الفرنسيين الذي قال أن العرب لا يستطيعون دون الصنمية، لا يستطيعون دون هبل، لكن ليس هبل كصنم، إنما كأشخاص أو أفكار. الصنمية تكون بالفكر أحيانا، يعني هناك أفكار واضحة تناقض كل شيء في الإسلام. نعم، قبل أن أنسى، في موضوع مهم جدا، ابن تيمية يدافع عن التوراة دفاعا مستميتا أنها لم تبدل، لم تحور، لم جيد تطور، دكتور، لعلنا وأكثر نعقد من جلسة أو حلقة خاصة عن فكر ابن تيمية، لا سيما أنك كتبت أكبر موسوعة في شخصية ابن تيمية وبحثت بحث جيد عن هذه الشخصية. دكتور علي شعيبي، كان بودي أن أسألك عن ابن تيمية زماننا هذا، ومن أنت، من هم ساروا على نهج ابن تيمية، لكن وقت الحلقة لا يسمح، يعني وقت الحلقة انقضى، والدقائق التي كنا معك فيها مرت سريعا جدا، على أمل أن نعقد حلقة ثانية. شكرا جزيلا لك دكتور علي الشعيبي، الدكتور والباحث الموسوعي، كنت ضيفا عزيزا علينا في برنامج الدين والدنيا. كذلك أحبتي، شكري وخالص امتناني لكم لحسن الإصغاء وحسن المتابعة. أرجو أن تكون هذه الحلقة قد نالت استحسانكم ورضاكم، على أمل اللقاء بكم في حلقات أخرى. إلى ذاك الحين أستودعكم الله وأسترعيكم.
في أمان الله وحفظه.